فإنه يجدر بكافة وسائل الإعلام. وفي ذات السياق تأتي أهمية هذا المؤتمر وانعقاده في ظل ظروف فلسطينية معقدة تزداد فيها حجم الجريمة ويزداد فيها طغيان المكونات المجتمعية المختلفة على بعضها البعض، وتدخل فيها منظومة العشائرية بشكل صارخ. وهناك مئات القضايا أو آلاف القضايا التي لازالت مفتوحة منذ سنوات وعشرات السنوات، من شأنها أن تخلق شرخ عميق بين المكونات المجتمع الفلسطيني. عندما نتحدث عن سلم أهلي فنحن نتحدث عن ثقافة أحوج أن نكون إليها في أوقاتنا هذه، خاصة بأن لدينا احتلال يسعى دائما إلى ضرب السلم الأهلي ويسعى دائما لإثارة الفتن والنعرات داخل المجتمع، حقيقة بأن الدور العشائري قد يأتي دورا تكامليا مع دور القانون العام أو القانون النظامي، وبالتالي لابد من إيجاد جسور تواصل وجسور عمل مشتركة فيما بين رجال العشائر ورجال القانون والقانون بشكل عام.